مساء الخير عليكم جميعا، رب حضراتكم تكونوا بخير. ان شاء الله احنا هنبدا دلوقتي تكمله المحاضره الثانيه. معلش بعتذر على الصوت بس عشان عندي التهاب شديد بس في الزور، بس بحاول اعلي صوت على قد ما اقدر. ان شاء الله هنكمل المحاضره الثانيه. طبعا العدد هذا مكتمل، يمكن وصل ل 100. الناس اللي ما عرفتش تخش مثلا ممكن تخش من اللايف على الفيسبوك. دلوقتي هنكمل التكمله بتاعت المحاضره بتاعت امبارح مع المحاضرين بطمنتها اسماء، بطمنتها انجي، بطمنتها ايمان. هنتكلم عن النسب الذهبيه، بعد كده هناخد جوله سريعه في بانوراما 3 دي، هناخد التشابه والاختلاف ما بين الطراز والطراز، وبعدها على طول ان شاء الله اعرض بحضراتكم الملف العمل ايه اللي هنعمله في الملف العمل. وفي سيستم معمول جوه الملف هتعرفوها ان شاء الله في الشير، وبعدها هبدا اعرض على حضراتكم ازاي ان احنا نستفيد بالطرز اللي احنا عرضناه امبارح في المحاضره الاولى، والنهارده نبدا نطبقها بالستايل النيو كلاسيك او التصميم الكلاسيك المعاصر. اللي حابب طبعا يعمل اكتر من يعمل واحد من 4 ستايلات مفيش مشكله، لان انا هعرض لحضراتكم مجموعه صور لمراحل الخامات اللي احنا ممكن نستخدمها في التصميم الكلاسيك. ده طبعا هيتوقف على الامكانيات العميل ومتطلبات السوق او المشروع اللي انا هشتغل فيه، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله بشكل تفصيلي بعد ما باشمهندسة انجي وباشمهندسة اسماء وباشمهندسة ايمان يعرضوا البرزنتيشن بتاعت النسب الذهبيه والبانوراما. هنتكلم كل ده بشكل تفاصيل ان شاء الله. قبل ما نبدا ان شاء الله التوك كده لو تمام حضراتكم بس تكتبوا زيرو. بعد اذن حضراتكم بس يا ريت اللي فتح المايك يقفل المايك عشان ادي فرصه للمحاضرين يفتحوا المايك عشان الناس تقدر تسمع التوك خلال المحاضره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندسة أسماء أو باشمهندسة إنجي أو باشمهندسة إيمان، ممكن حضراتكم تفتحوا الشير بس بعد إذنكم، وأبدأ أفتح المايك دلوقتي إن شاء الله. طيب خلينا نبدأ بالنسبة الذهبية. ماشي، النسبة الذهبية دي مين كان مهتم بيها؟ الفنان ليوناردو دافنشي كان مهتم جدا بأن هو يفهم حاجتين، كان بيهتم بالجزء بتاع تشريح جسم الإنسان، وكان مسمي النسبة الذهبية دي قبل ما يعرفها النسبة الإنسانية. كان شايف أن كل جزء في جسم الإنسان له نسبة محدش يعرف يحققها بسهولة، فبدأ يدور كتير قوي في جسم الإنسان. طيب لما بدأ يهتم أكتر بالجزء بتاع التشريح ده ويفهم إيه النسبة الإنسانية اللي هو كان مسميها كده، فهم ولقى الجزء بتاع النسبة الذهبية دي. طيب بدأ يحققها في الرسومات بتاعته، زي اللوحة اللي كلنا بنحبها وكلنا عارفينها، اللوحة بتاعة الموناليزا، أو الاسم التاني بتاعها لوحة الجوكاندا. بدأ يحقق فيها الجزء بتاع التشريح اللي هو كان مهتم بيه، وحقق فيها النسبة الذهبية أو النسبة الإنسانية اللي هو كان بيسميها. طيب خلينا نهتم بقى بالنسبة الذهبية بتاعتنا دي، إزاي هنحققها في التصميم الداخلي. طيب أول حاجة عندنا، لما يبقى عندنا لوحات كتير عايزين نعلقها، بس مش عايزين يبقى شكلها عشوائي على الحيطة. طيب عندنا طريقتين لتعليق اللوحات دي، يا إما إن إحنا نحقق الجزء بتاع الحلزوني ده اللي بيحقق النسبة الذهبية، أو إن إحنا نحقق حاجة اسمها نسبة التلت والتلتين. إيه هي نسبة التلت والتلتين؟ هتبقى واضحة أكتر لما يبقى اللوحات بتاعتنا على ستاند أو على كومود أو على أي حاجة بتتحط عليها كده. دي اتحقق فيها نسبة التلت والتلتين إزاي؟ إن هو بدأ يحقق ده كده، أخد جزء التلت وساب جزء التلتين لبقية الحيطة علشان يبقى فيه راحة للناس وهي بتبص على المكان ده. لكن هنا لما كان فيه عدد كبير من اللوحات، بدأ يقسم اللوحة الكبيرة حطها في النص، بدأ يقسم اللوحتين يمينها وشمالها، وبدأ فوقيها حتى الجزء بتاع الحلزون ده، إن هو دي أعلى لوحة وما يعلاش عن الجزء ده، النص بتاعها يبقى من الأرض يبقى ما يعلاش عن متر. كل النسب دي هتبان أكتر بعد كده في السلايد اللي بعده، وهبدأ أشرح لكم إزاي نحققها. اللي بعدين، طيب قبل ما اكمل لكم الجزء بتاع النسبة الذهبية، عندنا حاجة اسمها النسبة الذهبية في الألوان. ازاي نحقق النسبة الذهبية في الألوان؟ طيب عندنا حاجة اسمها 60 30 10. ايه 60 30 10 دي؟ دي النسبة الذهبية اللي هنحققها في كل لون. طيب لما نيجي نعمل تصميم داخلي وعايزين عندنا باليتة ألوان مش عارفين نوظفها ازاي، اسلم طريق نمشي عليه ان احنا نعمل الألوان بتاعتنا تبقى متناسقة ويبقى في تناغم بين الحيطة وبين الفرش، نمشي على النسبة دي 60 30 10.
ايه 60 30 10 دي؟ 60 ان احنا نحط اللون المحايد بتاعنا او اللون البيز بتاعنا او اللون الاساسي بتاعنا بنسبة 60%. طيب نحققها ازاي؟ احنا في الاغلب بنحط اللون الثابت بتاعنا او اللون البيز الاساسي بتاعنا في الحوائط. طيب ده يبقى النسبة الأكبر بتاعتنا، وده يبقى لون محايد هادي خالص بنحطه في الحوائط، وممكن ندخله في الحاجة الأساسية أو الفوكل بوينت بتاعنا في الأساس، زي مثلا هنا حطيناه في الكنبة، هنا حطيناه في الكراسي، هنا حطيناه في السرير وظهر السرير، يبقى لونه متناغم مع لون الحيطة الأساسية بتاعتنا. طيب ده كده النسبة بتاعة 60. طيب نسبة 30 دي هنحطها في إيه؟ ده اللون اللي بنختاره عشان نحققه بقى في المنسوجات، في الستاير، في السجاجيد، في الكوشنز، في الحاجات البسيطة شوية اللي نبدأ ننتقل فيها من اللون الأساسي بتاعنا اللي هو اللون البيز الأساسي بتاعنا المحايد، نبدأ نحط بقى اللون التاني بتاعنا اللي احنا عايزين ندي روح بيه في التصميم. طيب نسبة 10 بقى اللي هي النسبة الأخيرة دي بنحط فيها اللمسات الفنية الأخيرة، بنحط فيها الإكسسوارات، نحط فيها الحاجات اللي يعني مثلا احنا هنحط لوحة على الحيطة دي اللي يبقى فيها اللون 10% اللي يخطف العين. طيب دلوقتي أنا ليه عاملة إكس كبيرة قوي كده على اللوحتين دول؟ اللوحتين دول مش محققين خالص خالص ولا النسبة بتاعت 60 30 10، ولا محققين النسبة الذهبية في أي حاجة سواء كانت في التجاليد أو في الألوان. طيب ده غلط، يعني ما ينفعش خالص أي مصمم داخلي يقع فيه، يعني ما ينفعش خالص ان احنا نحط الالوان بالشكل ده، كاننا يعني كانه قاعد بيجرب اللون على الحيطه فاللون خلص منه فبيكمل بلون تاني. غلط جدا جدا ان احنا نمشي بالعشوائيه دي في التصميم. هنا مثلا هو حب ان هو يربط السقف بالحيطه بطريقه غلط جدا. احنا بنلجأ للموضوع ده في التصميم الداخلي ان احنا نبدا نربط التجاليد بتاعه الحيطه بالسقف، بس مش لدرجه ان احنا ناخد جزء من اللون بسيط كده نحطه في السقف وكده نبقى ربطنا. ده غلط جدا اصلا النسبه هنا. طب هو ليه ساب جزء بسيط قوي كده قبل اللون؟ طب ليه ساب كل ده بعد اللون؟ الموضوع مش متناسق خالص. طيب بصوا بقى جمال اللوحه الثالثه دي او الصوره الثالثه دي هي ازاي مظبوطه في كل حاجه فيها. طيب ازاي متحققه النسبه الذهبيه فيها؟ اول حاجه في نسبه التجاليد، ده واخد جزء بسيط اللي هو التلت بتاعنا وده التلتين، تمام. بالنسبة للألوان احنا واخدين الجزء الأساسي اللي هو الستين هنا في الحيطة وده التلاتين، هنا واخد نسبة 10% في اللون ده، لون بعيد عن أي حاجة بس هو ادى لمسة فنية في الموضوع. طيب السلايد اللي بعده، طيب هنا بقى نرجع تاني للنسبة الذهبية ازاي نحققها، سواء في التصميم الداخلي أو في الواجهات، في العواميد، في الحاجات دي. طيب زمان كان احنا قلنا ان الطراز الكلاسيكي الاوروبي والكلاسيكي الفرنسي بيتميزوا بايه؟ بيتميزوا بارتفاع الحوائط بتاعتهم، وان فيهم الجزء بتاع القباب، وان هي بتتميز بالاسقف العاليه والمرتفعه. هم زمان ما كانوش بيحققوا نسبه التلت والتلتين بس، هم كانوا بيحققوا نسبه اسمها 1:4 اللي هي نسبه التاج بالنسبه للجسم بالنسبه للقاعده. كانوا بيحققوها ازاي؟ بياخدوا هنا زي ما احنا شايفين هنا، لو احنا هنحقق النسبة الذهبية على الجزء بتاع الفرونتونة بتاعة العمود أو التاج بتاع العمود، هنبدأ نشوف هنا 1 ودول بالنسبة لدي 4، فدي 1:4. طيب احنا عايزين نشوف التاج بالنسبة للعمود كله، برضو هتبقى دي 1 ودي 1 2 3 4، دي النسبة اللي نقدر نحققها لو كانت الحوائط بتاعتنا مرتفعة قوي. طيب لكن وبرضو هنا خلينا نبص هنا، هنا اليونانيين القدماء لما جم يعملوا الكتل المعمارية بتاعتهم زي الصورة اللي بعدها، هنا لما كانوا بيبدأوا يعملوا الكتل المعمارية بتاعتهم كانوا بيقسموها بالنسبة الذهبية. ليه؟ كانوا بيشوفوا إن هي مريحة جدا جدا للعين. طيب لما بدأوا يعملوا الكتل المعمارية بتاعتهم دي، كان ده معبد اسمه معبد البارثينون. طيب العواميد بتاعته كانت العواميد في الأول كانوا واخدينها على شكل العواميد الكرنسي اللي احنا قلناه امبارح. طيب الصورة اللي قبلها بس هاتيها سمين. طيب العمود الكرنسي اللي هنا هما كانوا حاطينه في الأول وكان محقق برضو النسبة الذهبية عادي جدا، بس هما بدأوا يشوفوا الجزء بتاع الحلزون اللي احنا قلناه من شوية ان النسبة الذهبية مش بس بتبقى مستطيل وبيقسموه كده، في النسبة اللي هي بتاعة الحلزون، فبدأوا يغيروا شكل العمود الكرنسي ده
بدأوا يخلوه شكله حلزوني زي الجزء بتاع الحلزون بتاع النسبة الذهبية. الصورة اللي بعدها هنا خدوا الحلزون بتاع النسبة الذهبية دي وبدأوا يحطوه جوه العمود بتاعنا، فغيروا شكل العمود الكرنسي ده وبدأوا يعملوه العمود اللفائفي ده اللي هو العمود الأيوني علشان يمشوا عليه النسبة الذهبية دي بس. وده كان الأساس بتاعهم كله، إن يبقى فيه راحة في العين في الكتل المعمارية، راحة بالنسبة للتاج، بالنسبة للجسم، بالنسبة للقاعدة، كل حاجة تبقى مظبوطة مع بعض. بعد كده هنشوف إزاي تحقق النسبة الذهبية دي في الطراز النيو كلاسيك مع باشمهندسة أسماء. طيب هنا خلينا ناخدكم جولة كده في القصر ده بيحقق إزاي كل حاجة احنا قلناها في التصميم، سواء كان نسبة ذهبية، سواء كانت الألوان، حتى الأسقف. هنقول لكم دلوقتي أصلا كل حاجة من الحاجات دي متحققة إزاي، إيه الخامات اللي هما مستخدمينها، إيه الألوان اللي هما مستخدمينها، وإزاي عاملين الرسومات دي على الحيطة وعلى الأسقف. طيب بعد اذنك يا مهندسه، ممكن ناخد يعني جوله سريعه بس في البانوراما، اوضح كام نقطه بس كده في البانوراما بس باذنك. زوم عند الجزء بتاع الباب. نبدا بس من الارضيه بتاعه البانوراما. عايزين نعمل زوم على الجلسه بتاعه الباب، ودي من ضمن الحاجات اللي بتميزها الكلاسيك. ممكن نعمل زوم. طيب فكرة الجلسة اللي عند الباب ده عشان يربط العلاقة ما بين البر وما بين الغرب، لأن تصميم البر في الديزاين هنا في القصر، السمك بتاعة الفريم البر بيبقى أكتر من 3 سنتي أو 4 سنتي، عشان أربط المستوى اللي ما بين البر وما بين الفريم وما بين الوتر نربطها بالجلسة بتاعة الجزء اللي تحت الباب. وده بنعملها في التصميمات في الكلاسيك الحديث، وكل التصميمات الكلاسيك. تمام، دي اول نقطه. ممكن ناخد زاويه ثانيه يا فندم بعد اذنك. نرجع بس بالكاميرا اللي ورا فيها. هنرجع بس بالكاميرا، احنا عايزين بس الجزء اللي فيه البانوهات من بعيد بس عشان نشوف نسبه البانو الجزء اللي تحت بالارتفاع بتاعت ممكن زاوية تانية يعني يكون في الحيطة أكتر، عشان بس نقدر نرتب عليها بالإسكتش. طيب ممكن ناخد لقطة تانية أو بانوراما تاني غير البانوراما ده بعد إذنك. ممكن نوقف الكاميرا والفندقة بعد إذنك. خلينا أشرح لكم بس حاجة كاريان. الجزء اللي شرحته باشمهندسة انزي بالنسبه للنسبه الذهبيه، لو حضراتكم شفتوا الارتفاع من بعد الكورنيشه، طبعا نسبه الارتفاع بتاعه البانو بنحسبها من بعد الديزاين سقوط الكورنيشه، ايا كان الشكل الكورنيشه اللي هتتطلبها من الكتالوجات اللي احنا هنطبقها في خلال فتره الورثه. لما نيجي ننسب النسبه من بعد الكورنيشه لحد الارض، تمام، لو جينا نقسمها على اربعه، لو جينا نقسمها على اربعه، تمام، هتلاقيها تقريبا ربع ثلاث ارباع. زي النسبه الذهبيه زي ما قالت الباشمهندسه انجي، ان احنا بنحقق النسب في تقسيمات البانول، لان بنشوف تصميمات كتيره جدا في الكلاسيك اللي بتعمل دلوقتي في المشاريع، بنلاقي دايما الجزء البانول اللي تحت واخد نص الارتفاع ونسبتها ما بتبقاش حلوه. لو احنا قسمنا زي ما حضراتكم شفتوا في الاسكتش باللون الاحمر، هتلاقي الجزء اللي تحت واخد ربع الارتفاع، يعني مثلا لو مثلا عندي 3 متر، 3 متر على 4 يبقى انا كده عندي 75. فاحنا بنعمل نسبه البانول 75، من 75 ل 85، من 75 ل 85. لو جيتوا تعملوا نفس النسبه بتاعت التصميم هتقسموها على الثلاثه، وعلى على الثلاثه هتلاقي نسبه الارتفاع على الاربعه يعني مريح للعين اكثر من ان احنا نقسمها على ثلاثه. تمام، ده كده بالنسبه النسب اللي موجود في التصميم هنا بناء على النسب الشرح اللي عرفته باشمهندسه انجي بالنسبه للنسب الذهبيه. طيب هستاذنك يا باشمهندسه، ممكن نخرج من البانوراما عشان نبدا نخش في الخطوة اللي بعدها.
الفيديو التنفيذي،//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